السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مواقيت الصلاة في مصر: الجمعة 25 أغسطس 2023، 7 صفر 1444. جمعة مباركة عليكم جميعا. مواقيت الصلاة على القاهرة من قناتي أنا وحياتي فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك جزاكم الله خيرا. يؤذن الفجر بإذن الله على مدينة القاهرة في 4:56، الشروق في 6:28، ويؤذن الظهر بإذن الله في 10:57، العصر بإذن الله على مدينة القاهرة في 4:33، المغرب يؤذن بإذن الله في 7:26، وتؤذن العشاء بأمر ربها في تمام الساعة 8:47. صلوا على الحبيب المصطفى، أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى يوم الجمعة وكل يوم، فبالصلاة على الرسول نجاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم نجنا بالصلاة على محمد. اللهم آمين.